مهر زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب تحدث بلبلة. صورة مسربة للعقد وحفل زفاف مرتقب. تسريب صورة لقسيمة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. قيمة المهر تتصدر حديث المتابعين وأخبار عن حفل زفاف مرتقب. تتم رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال قضية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب الشغل الشاغل للجمهور، لا سيما مع ظهور معلومات جديدة إلى العلن. وجديد القضية تسريب صورة لقسيمة الزواج التي وقعها حسام وشيرين منذ أيام، وما جاء فيها فاجأ الجميع. لازم الجمهور يفهم أنه أنا عايشة باهتمامه ليا يعني. وبحين بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة المهر المسجلة في العقد، إلا أنها لم تبدو واضحة نظراً إلى أن الصورة مقربة جداً. لكن لفت المتابعين أن صورة شيرين التي ظهرت في العقد ارتدت فيها الملابس نفسها التي بدت فيها أثناء عقد القيران، ما يدل على أن عقد القيران كان مستعجلاً جداً. من جهة أخرى، أثير جدلاً واسعاً حول بطلان زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الثاني، وذلك بسبب عدم ظهور الشهود في الفيديو والصور التي انتشرت، كونهم يعدون من أركان صحة عقد الزواج. وبعد هذا الجدل، علق الشيخ إبراهيم منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين على ذلك قائلاً: موضوع عدم ظهور الشهود أثار جدلاً، لاسيما أن وجود الشهود أحد أركان عقد الزواج ولابد من وجودهم. وأضاف خلال حديثه للقاهرة 24 أنه في حال الطلاق البائن، لكي يكون الزواج صحيحاً فلابد من عقد ومهر جديدين ورضاها وكذلك الشهود، موضحاً من الوارد أن يكون الشهود غير ظاهرين في الفيديو لكنهم في الغالب موجودين، والمأذون بالتأكيد لم يعقد إلا بوجودهما. تسبب ظهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب مع منظم حفلات الزفاف أحمد ياسين في انتشار أخبار عن إقامة الزوجين حفل زفاف يوم غد الثلاثاء، خصوصاً أن الإعلامية المصرية مروى صبري كتبت على حسابها عبر فيسبوك: بقول لكم إيه، فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يوم الثلاثاء اللي جاي. إلا أنه وبحسب ما أشارت مجلة لها، فقد تواصلت مع منظم الحفلات أحمد ياسين الذي نفى كل الأخبار المتداولة، مؤكداً أن لقاءه مع شيرين وحسام جاء بالصدفة البحتة أثناء تواجدهم داخل أحد المطاعم اللبنانية بالتجمع الخامس بالقاهرة.